الاول الكنافه نرق الاولين. حلو قوي سما بلدي مفيده. بس هعمل الكنافه دي كده هحطها وبعدين احط حلبيه في النص وبعدين كنافه وبعدين بحطها هعملها على البوتاجاز من فوق زي زمان. مين هيعمل مهلبيه؟ هو مفيش مهلبيه؟ مفيش مهلبيه؟ مين يعمل مهلبيه؟ لا خلاص بقى مش هنعمل مهلبيه خلاص. ازاي بقى؟ طب ما مفيش اكيد في مهلبيه. لا انا حابب اعملها. بجد؟ مفيش؟ طب خليتيني اعمل كده ليه؟ طب اعمل مهلبيه. مهلبيه فاصل نرجع لكم تاني. ده الرق الاولاني ده اللير الاولاني. دلوقتي بنحط سمنه زياده شويه عشان انا بحب السمنه لانها حاجه مش كويسه. السمنه تتسلسل بين صوابعنا ودي اهم حاجه. بس دلوقتي بنعمل المهلبية وهنحط كمان شوية الفانيليا. الفانيليا بقى بس لما تمسك في بعضها شوية. حط النشا بقى عشان تمسك شوية. عرفت معلومة كده مش عارف حقيقية ولا لأ، انه لما بنقلب بالعكس كده بيبقى عكس عقارب الساعة بيدي طاقة إيجابية كويسة. وبعدين ربطوها بقى بالطواف حوالين الكعبه بتبقى عكس عقارب الساعه برضه، فقلت طب والله فعلا ممكن. فبعمل كده مش هخسر حاجه يعني. على ونص سكر ادي النص. بفتكر ايام الكورونا لما اول ويف بتاعت كورونا لما عملنا فشار. عملنا فشار في ناس تقول لك بالكريمه يعني، لا بالمهلبيه. وانا صغير كنت بيقولوا لي نعمل لك كنافه بالمهلبيه والقطايف بحبها بالمهلبيه. ما بحبهاش المكسرات والحاجات دي. وما بحبش الرز اللي معمول بالمكسرات. ممكن يكون فيه زبيب. ممكن. تقلت قوي. باكتس فانيليا. وانت صغيره كنت بتدلعك اقول لك يا فانيليا. لا كنت بقول لك زي فريد لطرش فانيليا. فانيليا لا مش انت، ده كانت كاميليا. كاميليا اكيد كاميليا كنت بقول لها فانيليا. صح صح صح. اديني بقى طبق غويط بقى عشان ابردها فيها. ايوه ممكن حد يقول لي ايه طب ما تحط الطبق كده وبعدين معلقه واعمل كده علشان انا بحب الاحوز ده بقى في الاخر اسيبه يغلي عشان ويا ريت كان اتحرق جزء منه تحت عشان اللي هو الشايط ده بيبقى طعمه حلو قوي. عايزها تتحرق شويه بس بشيطها 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 عشان الجزء التحتاني ده حلو لما بيتكحت كده. شيتي 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 شيتي. بعد بقى ما الهلبيه بردت في تكييف فريده هنحطها هنا بقى على الايه؟ الرق الاولاني بتاع الكنافه. انا بجرب معاكم يعني ما اعرفش بقى تطلع عامله ازاي، هنشوف سوا. الرق التاني بتاع الكنافه بقى بعد بقى برضو خلطناه بالسمنه. لا يعني الحاجات اللي بتوع دي بقى هتنضفوها بعدي، انا ماليش دعوه الحاجات اللي بتوع من الجنب دي. كويس ان انا بعمل الكنافه.
رب تطلع حلوه وانتصر رب. انا بقى هعملها على البوتاجاز زي زمان، امي كانت بتعملها كده. مش هحطها في فرن دلوقتي، يمكن احطها ويمكن لا مش عارف، بس انا هعملها وهقلبها واعمل الوش التاني زي الفوقاني واشوف، يمكن ناكلها كده، ممكن احطها في فرن 3 دقايق وبعدين نحط العسل بعد كده. دلوقتي انا هقلب الكنافة في الطبق الازاز ده، مش عارف ايه اللي هيحصل بصراحة. خايف جدا. لو اتحرقت، لو اتحرقت. يا رب يا رب. جامدة. انا عايز احط بقى الوش ده هنا. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ مش عارف اعمل ايه. طب عايز حاجه ثانيه؟ اقلبها بقى كده. وبعدين احط دي على دي اقوم جايبها كده. هاتوا لي حاجه كبيره. هاتوا له حاجه كبيره. يا ماما يا ماما يا ماما. يس. بعمل عمليات فظيعه جدا. نلف بقى تاني، اشوفكم بعد اللفه الجايه. دي نولع الفرن، حطها 3 دقايق وبعدين اما تخرج من الفرن ربنا يسهل، احنا عملنا اللي علينا. ان شاء الله ربنا يسهل. يبقى ايه الصينيه من الفرن؟ اوكي شكلها حلو صح. دلوقتي بقى نحط بقى ايه؟ عسل. يا رب تطلع حلوه يا رب يا رب تطلع حلوه مقرمشه. حلوه والله، حلوه ومقرمشه من جوه، بس حاسس ان المهلبيه كانت عايزه سكر زياده شويه. حاسس انا بحب الحاجات الحلوه بس هي حلوه كبدايه ومحاوله. برافو عليا، كل عام وانتم بخير.